أضع بين أيديكم نماذج مصغرة وأنتم قيسوا عليها الأمور الكبيرة. لك ابن متعب كثير الحركة كثير الأذى، هذا شيء مؤلم جدا، ولكن تذكر ما ورد في الأثر أن كثرة العرام في الصغر دليل حصافة العقل في الكبر. هذا فهم إيجابي لهذه الظاهرة المتعبة المؤلمة. لك دخل محدود، هذا فهم سلبي، ولكنك معافى من هموم كالجبال تسحق أصحاب الدخل غير المحدود. هذا فهم إيجابي للدخل المحدود. نشأت في أسرة فقيرة، قد يكون الفقر دافعاً لك لنيل أعلى الدرجات، وقد يكون الغنى أحياناً مثبطاً للشاب عن كثير من الفضائل والمنجزات. أيها الإخوة الكرام، ما من شيء مزعج في حياتنا إلا ويمكن أن نفهمه فهماً إيجابياً. بعض أنبياء الله كان مع أصحابه في الطريق فرأى شاة متفسخة نتنة الريح، فقال أصحابه: ما أنتن ريحها؟ فقال هذا النبي الكريم: بل ما أشد بياض أسنانها. هل تستطيع أن تكتشف الإيجابية في كل شيء؟ أنت في طريق وعر، لا تنسى أن هذا الطريق لا يسمح لك أن تنام فتقع في حادث أليم، لا بد من أن تبقى يقظاً. هذه إيجابية الطريق الوعر. لك زوجة متعبة قد تكون باعثة لك على نيل الفضائل، وإلا جلست أنت وإياها وقعت ولم تفعل شيئاً. ما من شيء سلبي في حياة المسلمين إلا ونكشف جانبه الإيجابي، إذا كشفنا جانبه الإيجابي أصبحنا متفائلين، أصبحنا متطلعين للتغيير، غيرنا. أيها الإخوة الكرام، حتى هذه الأحداث الجسيمة التي تلم بأمتنا، نحن في زحمتها ونحن في بؤرتها ونحن في سلبياتها، ولكن لو تريستم قليلاً لعلمتم أنها تقربنا من بعضنا، وأنها تحثنا على بطولة ما كنا نحلم بها في تاريخنا، وأنها طريق وحدتنا وطريق عزتنا. لذلك قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير. ولم يقل الله عز وجل: بيدك الخير والشر. بيدك الخير، إيتاء الملك خير ونزعه خير. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سلسلة خطب حول موضوع التغيير، انطلاقا من قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وانطلاقا من قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فحينما كان العرب في الجاهلية رعاة للغنم، فلما غيروا ما بأنفسهم أصبحوا قادة للأمم، وبعد أن أصبحوا قادة للأمم غيروا ما بأنفسهم، فكان حالهم كما ترون، فكان واقعهم كما ترون، فكانت عزتهم كما ترون، فكان مصير أمتهم كما ترون. أيها الإخوة الكرام، لولا أن الإنسان يملك استعداداً لا حدود له للتغيير لما بعث الله النبيين، ولما أنزل الكتب،
وأي شيء يصيب هذه الأمة ليس شراً مطلقاً، لأن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله، إنه شر نسبي بالنسبة إلينا، بل هو في حقيقته رسالة من الله من أجل أن نغير. هذه الأحداث الجسام التي تحل بأمتنا في شتى بقاعها، وهذه الحرب العالمية الثالثة المعلنة على الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض، إن هي إلا رسالة من الله من أجل أن نغير. وبالمصطلح المعاصر، الكرة في ملعبنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. رسالة من الله من أجل أن نغير. وذكرت في الأسبوع الماضي أن مناهج التغيير التي استوردناها من الشرق والغرب لم تفلح ولم تحقق أهدافنا، لأنها تغيير من الخارج، والله عز وجل يقول حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الإخوة الكرام، المقولة الرائعة في علم العقيدة: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة الكرام، ما هي أكبر مصيبة؟ ألا نفهم المصيبة. ما هي أكبر مصيبة؟ أن نعدها من حوادث الدهر، يوم لك ويوم عليك. أيها الإخوة الأحباب، من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. قال بعض العلماء: وراء كل حدث مهما بدا جليلا رسالة إيجابية. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بطولة المؤمن أنه يملك الشفافية، يرى ما وراء الحدث، يرى حكمة الحدث، يرى القصد النبيل الذي ينطوي عليه الحدث. أيها الإخوة الكرام، ما دمنا كذلك فلا بد من فهم كل شيء فهما إيجابيا لا فهما سلبيا. أضع بين أيديكم نماذج مصغرة، وأنتم قيسوا عليها الأمور الكبيرة. لك ابن متعب، كثير الحركة، كثير الأذى، هذا شيء مؤلم جدا، ولكن تذكر ما ورد في الأثر أن كثرة العرام في الصغر دليل حصافة العقل في الكبار. هذا فهم إيجابي لهذه الظاهرة المتعبة المؤلمة. لك دخل محدود، هذا فهم سلبي، ولكنك معافى من هموم كالجبال تسحق أصحاب الدخل غير المحدود. هذا فهم إيجابي للدخل المحدود. نشأت في أسرة فقيرة، قد يكون الفقر دافعا لك لنيل أعلى الدرجات، وقد يكون الغنى أحيانا مثبطا للشاب عن كثير من الفضائل والمنجزات. أيها الإخوة الكرام، ما من شيء مزعج في حياتنا إلا ويمكن أن نفهمه
فهما إيجابيا. بعض أنبياء الله كان مع أصحابه في الطريق فرأى شاة متفسخة نتنة الريح، فقال أصحابه: ما أنتن ريحها؟ فقال هذا النبي الكريم: بل ما أشد بياض أسناني. هل تستطيع أن تكتشف الإيجابية في كل شيء؟ أنت في طريق وعر، لا تنسى أن هذا الطريق لا يسمح لك أن تنام فتقع في حادث أليم، لا بد من أن تبقى يقظاً. هذه إيجابية الطريق الوعر. لك زوجة متعبة قد تكون باعثة لك على نيل الفضائل، وإلا جلست أنت وإياها وقعت ولم تفعل شيئا. ما من شيء سلبي في حياة المسلمين إلا ونكشف جانبه الإيجابي، إذا كشفنا جانبه الإيجابي أصبحنا متفائلين، أصبحنا متطلعين للتغيير، غيرنا. أيها الإخوة الكرام، حتى هذه الأحداث الجسيمة التي تلم بأمتنا، نحن في زحمتها، ونحن في بؤرتها، ونحن في سلبياتها، ولكن لو تريستم قليلاً لعلمتم أنها تقربنا من بعضنا، وأنها تحثنا على بطولة ما كنا نحلم بها في تاريخنا، وأنها طريق وحدتنا وطريق عزتنا. لذلك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، ولم يقل الله عز وجل بيدك الخير والشر، بيدك الخير. إيتاء الملك خير ونزعه خير، والإعزاز خير والإذلال خير. لذلك يرى علماء التوحيد أن من أسماء الله الحسنى ما لا يجوز أن نذكرها إلا مثنى مثنى، ضار نافع يضر لينفع، خافض رافع يخفض ليرفع، مذل معز يذل ليعز. إن هذه الدنيا دار السواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. بصولتكم أيها الإخوة أن تفهموا كل ما يجري فهما إيجابيا، وقد يجمع هذا الفهم في كلمات محدودة: رسالة من الله أن غيروا يا عبادي، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الإخوة الكرام، وطن نفسك أن تبحث في كل شيء متعب مؤلم عن فهم إيجابي له، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. إن أردنا التغيير فليكن هذا الفهم الإيجابي لكل ما يحيط بنا سبباً للتغيير. لا تنسوا قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني إن شكرتم وإن آمنتم، أو إن آمنتم وشكرتم حققتم الهدف من وجودكم. فلماذا المعالجة؟ تقف المعالجة. أيها الإخوة الكرام، بند آخر من بنود التغيير: الناس المتخلفون، الناس الجاهلون، القاعدون، الكسالى، لا يفعلون شيئا، لكنهم يحشرون أنوفهم في قضايا الناس، وفي أمور الناس، وفي علاقات الناس، وفي مشكلات الناس، وفي فضائح الناس. فالإنسان الكسول له تعريف
مثبط، ما دمت تصغي إلى كلام المثبطين فلن يتغير في حياتك شيء. هذا المعنى الدقيق عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. إذا لم تستحي من الله، إذا كان عملك وفق منهج الله، لا تعبأ بكلام الناس، لن ينقطع كلام الناس، لن يسكت الناس. القصة الشهيرة الطريفة أن رجلاً له ابن ومعه حمار، أركب ابنه ومشى، فانتقده الناس: ما هذا الأدب في هذا الابن يركب وأبوه يمشي؟ فركب الأب ومشى ابنه، فانتقده الناس: ما هذا الأب القاسي الذي يركب ويدع ابنه الصغير يمشي؟ ركب وابنه على الحمار، فقال الناس: ما أقسى قلبيهما، الحمار ينوء بهما، فنزلا ومشيا. فقال الناس: مجانين، ليركب أحدهما على الحمار، ما بقي إلا أن يحملا الحمار ويمشيان. لا يمكن أن تنجو من النقد كيفما تحرك، إن تابعت الدراسة هناك من ينتقدك، وإن لم تدرس هناك من ينتقدك، إن دخلت في عمل حر هناك من ينتقدك، وإن آثرت الوظيفة هناك من ينتقدك. لذلك إن أردتم التغيير ضعوا كلام الناس تحت أقدامكم، لا تعبأ، قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون. الناس يثبطون، فارغون، وهذه صفات المجتمعات المتخلفة: فراغ وكسل وقعود وترترة. فلان لم ينجب أولادا، من السبب؟ ما دخلك بهذا؟ من اشتكى إليك؟ من حكمك في هذا الموضوع؟ يجب أن يعرف هل السبب من الزوج أم من الزوجة؟ أيها الإخوة الكرام، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام واضحة للناس جميعا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. افهم كل شيء فهما إيجابيا وضع كلام الناس تحت قدميك، ولكن مع التحفظ. النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مع زوجته السيدة صفية في الليل، مر صحابيان، قال: على رسليكما، هذه زوجتي صفية. البيان يطرد الشيطان، بين ووضح ولا تفعل شيئا يحتمل تفسيرين. وبعد ذلك إذا تكلم الناس لا تعبأ بكلامهم، وضع كلامهم تحت قدمك، من أجل أن تغير، من أجل أن تستحق تأييد الله عز وجل، من أجل أن تقدم لله عز وجل أسباب وعوده بالنصر. الأنبياء العظام الذين كانوا قمما في الكمال ما نجوا من كلام الناس. يريد أن يتفضل علينا، فرغوا دعوته الإلهية وإخلاصه الذي يفوق الخيال إلى مصالح مادية. لذلك إذا طعنت في الظهر فاعلم أنك في المقدمة. أيها الإخوة الكرام، هل منا واحد لا يعاني من مشكلات؟ لا بد من أن نغير. كيف نحل هذه المشكلات؟ يرى بعض العلماء أن أول خطوة في حل المشكلة أن تحددها. أكثر الناس تتداخل عنده المشكلات، لذلك أي تحليل وأي تفكير وأي تلمس للحل لا ينجح. حدد مشكلة مشكلة، لا بد من تحديد المشكلة، ولا يجوز أن تداخل مشكلة بمشكلة، هذه واحدة. أو لا تعالج مشكلتين معا، لا تعالج المشكلة إلا على حدة. ثانيا، تأكد أنها مشكلة، قد تكون ليست مشكلة، هذا وهمك. قال بعض العلماء: هناك حل لهذا، هل ترى زوجتك مشكلة؟ أعطها إجازة لفترة كبيرة تشعر بحاجة إليها، إذن ليست هي المشكلة، المشكلة في سوء العلاقة بينكما. لا بد من
امتحان هذه المشكلة، لعلها ليست مشكلة. أيها الإخوة الكرام، عملك تتأفف منه، إن الذي يتأفف من عمله لا يصلح لأي عمل آخر. قاعدة. أيها الإخوة الكرام، حتى وأنت في مشكلة، حتى وأنت في خطأ، لعل هناك دافعاً إيجابياً وراء هذا الخطأ، ابحث عنه. إذا وصلت إليه ابحث عن سلوك إيجابي لدافع إيجابي. أنت على الصندوق، وكلما جاء إنسان يدفع لك بورقة نقدية كبيرة تباطأت في رد التتمة، هذا خطأ، خطأ كبير. ما الدافع إلى هذا؟ الدافع إلى هذا أن يزداد دخلك لتحل بهذا المال مشكلاتك. الدافع أن تكون مكتفياً مقبول، أما الوسيلة غير مقبولة. ابحث عن عمل آخر، عن عمل إضافي يغطي هذا الفرق. ما من عمل ولو بدأ لك سيئاً إلا وراءه هدف قد يكون مقبول عندك. ابحث عن وسيلة من مستوى الدافع الذي تراه مشروعاً. أيها الإخوة الكرام، هذا الحل الذي توصلت إليه نفذه. ما لم تكن ذا إرادة قوية فأنت لست بشيء. إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان. تأمل قليلا، اكتب مشكلاتك على ورقة أو على دفتر، حلل واحدة واحدة. أولا حددها، ثم تأكد أنها مشكلة، ثم ابحث عن دوافعها الإيجابية، ثم ابحث عن حل إيجابي، ثم نفذ هذا الحل، ثم قيم هذا التنفيذ. هكذا إذا أردنا أن نغير، هكذا إذا أردنا أن ننتقل من حال إلى حال، من وضع إلى وضع، من مستوى إلى مستوى، من مقام إلى مقام في الدين، من دخل إلى دخل في الدنيا، من سمعة إلى سمعة اجتماعية. التغيير يحتاج إلى تغيير. أما هذا الذي يقعد ويفعل كل يوم ما فعله بالأمس ولا يغير ولا يبدل ولا يطور ولا يبحث ولا يسأل ولا يتأمل ولا يقلق ولا يتألم، هذا إنسان يعيش على هامش الحياة. أيها الإخوة الكرام، أنا ما رأيت مشكلة تحطم الأمة كالمشكلات الأسرية، إنها أكبر المشكلات. لماذا؟ المجتمع أيها الإخوة مجموعة أسر ومؤسسات، والأسرة هي عماد المجتمع، فإذا هدمت هدم المجتمع. أي عمل يسهم في هدم الأسرة يسهم في هدم الأمة، أي عمل يعيق الزواج يسهم في هدم الأمة، وأي عمل يدعم الزواج يسهم في بناء الأمة. الأمة مجموعة أسر. أما أن يتابع الناس على بعض المحطات الفضائية برنامجاً يبث ل24 ساعة، يصور علاقات شائنة بين شباب وشابات، غرف نومهم تحت التصوير، كل حركاتهم وسكناتهم وتبديل ثيابهم ولقاءاتهم وانحرافاتهم وإباحياتهم. أما أن تتابع الأمة بأكملها هذا البرنامج طوال 24 ساعة، الأمة انتهت بهذا. هذا البرنامج يحطم الأسرة، لأن بين هذا الشاب الذي يتابع هذا البرنامج وبين الزواج بينهما 20 عاما. قد ينحرف. أيها الإخوة الكرام، نحن في خطر شديد، نحن في خطر يفوق حد الخيال. أي شيء يهدم الأسرة ويفكك أفرادها ويجعلها منحلة يهدم المجتمع، ولا يريد الطرف الآخر من المسلمين إلا أن ينحلوا، لأن غانية وكأسا يفعلان في المسلمين ما لا تفعله المدافع ولا الطائرات. كانوا يجبروننا بالقوة المسلحة
على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن يجبروننا بالقوة الناعمة على أن نريد ما يريدون. أيها الإخوة الكرام، بعض علماء التاريخ درسوا أسباب سقوط الدول العظمى كالدولة البيزنطية والدولة الرومانية والدولة الفارسية، فاكتشفوا أن هيكل المجتمع الأسري تحطم قبل سقوط هذه الدول. بقدر ما تتماسك أسرنا نحن في خير، وبقدر ما تنحل أسرنا نحن في شر. هذه مشكلة من مشكلاتنا. الإنسان ينبغي ألا يعيش هكذا سبهللة. اجلس، فكر، اكتب، حلل، ادرس، تأمل، اسأل، تعلم كيف أحل هذه المشكلات، كيف أجعل بيتي جنة من جنان الأرض، كيف أتفاهم مع أولادي. لا بد من مراجعة للحسابات. أيها الإخوة الكرام، قال بعض العلماء: إنك لن تغير إلا إذا رغبت في التغيير. فإن لم ترغب، لو سمعت مئات الخطب وقرأت مئات الكتب لن تغير. وقال بعض الحكماء: لم أرى أشد صمما من الذي يريد أن لا يسمع. خلاصنا في التغيير على مستوى عقيدتنا، وعلى مستوى سلوكنا الإيماني، وعلى مستوى عملنا الصالح، وعلى مستوى استقامتنا. وخلاص صلاح دنيانا في التغيير، في تطوير مواردنا، في إتقان أعمالنا. النبي عليه الصلاة والسلام دعوته واقعية من أدعيته الشريفة: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. ينبغي أن نقلد في العقائد والعبادات، وأن نطور في أمور الدنيا، لا أن نبتدع في أمور الدين وأن نقلد في الدنيا. الذي فعله المسلمون عكس ما ينبغي أن يكون. أيها الإخوة الكرام، أريد أن أضع يدي على أكبر مشكلة في التغيير. عقل المسلمين الباطن أو الواعي ينتظر تغييراً مفاجئاً من الله، أما هو ليس مستعداً أن يغير شيئاً، لا في طلب العلم، ولا في تمحيص عقيدته، ولا في تمحيص سلوكه، ولا في محبة إخوانه، ولا في إتقان عمله. إن لم تغير الله لا يغير. المشكلة أن المسلمين يتوهمون أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المرحومة، وسوف يستيقظون يوما فيجدوا أن الله أوقع زلزالا بأعدائهم وأبادهم عن آخرهم واستراحوا. هذه أحلام المجانين. الله عز وجل يغير إذا غيرنا، يبدل حالنا نصرا وعزة إذا بدلنا. أيها الإخوة الكرام، أدعوكم من أعماقي إلى أن تغيروا. فإن لم تفلح في إقناع من حولك غير أنت وانجو بنفسك. وكأن الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لست مكلفا بما لا تطيق، لست مكلفا أن تلغي عدوان الأعداء، ولكنك مكلف أن تصلح نفسك، وأن تصلح بيتك، وأن تصلح عملك. البيت مملكتك، وعملك مملكتك، وأمرك نافذ فيه. غير في بيتك وعملك حتى يغير الله ما بك. أقم أمر الله فيما تملك يكفك ما لا تملك. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ثم يقول الله عز وجل: وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. ألغى الله لك كيدهم الذي تنهد له الجبال بصبرك وطاعتك. وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. أيها الإخوة الكرام، هذه الخطب هدفها لا الإعجاب السلبي، أن تنقلب إلى واقع، أن تنقلب إلى منهج، إلى سلوك، إلى تطوير، إلى تغيير، إلى طلب علم، إلى مزيد من إتقان العبادة،
إلى مزيد من العمل الصالح، إلى مزيد من الالتزام، هدفها أن تخرج من نفسك لحمل هم المسلمين، لخدمة المسلمين، للتخفيف عنهم. هذا الهدف، أن تكون الكلمة الطيبة سبباً لإنسان طيب، لدنيا طيبة، لآخرة طيبة. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اطلعت على كتاب أعجبني فيه فقرة سأقرأها لكم. قال فلان ولد في عام 1901، التحق بالمدارس وكانت درجاته دون الوسط، تزوج امرأة عادية، رزق منها بطفل عادي وطفلة عادية، قضى 40 سنة في أمور ليست ذات قيمة، شغل عددا من المراكز التافهة، لم يجرب أي مخاطرة، لم يطور مواهبه، لم يتعاطى مع أحد في أي موضوع، شعاره لا دخل لي وأبعد عن الشر وغني له. عاش 60 عاما من دون هدف ولا خطة ولا رغبات ولا عزيمة ولا تصميم، ولم يسأل نفسه سؤالا ولم يبحث في موضوع. فلما مات كتبوا على قبره: ولد عام 1901 ومات عام 1921 ودفن عام 1960. 40 سنة ميت. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. والله أتألم أشد الألم أن يكون حال معظم المسلمين هكذا، ما له هم وما له هدف، لا يبحث ولا يدرس ولا يتعلم ولا يسأل ولا يحل مشكلة، جالس يتابع الأخبار والمسلسلات ويوزع التهم والألقاب. هذه مهمته، عضو أشل، عبء على المجتمع، كل على مولاه. أيها الإخوة الكرام، هذا الإنسان المعاق الذي اغتالته يد الجريمة قبل أيام، كان معاقا في وقت مبكر جدا من حياته، ليس فيه يعمل إلا عين واحدة ولسان، ومع ذلك حينما اغتيل أنكرت اغتياله الدول كلها بما فيها اليابان، إلا دولتين الأولى اقترفت الجريمة والثانية أيدتها. شعوب الأرض كلها خرجت في مسيرات تعبر عن استنكارها لاغتيال هذا الإنسان، وكان معاقا. هناك أناس لهم أجسام كأجسام البغال ولا يعملون شيئا، وهذا الذي فقد ساقيه، فقد حركته، فقد إحدى عينيه، فقد كل شيء، ترك أثرا لا يمحى. أليست هذه عبرة أيها الإخوة؟ هذه الشهادة قد أتت مشتاقة، يعلو محياها الجميل حبور، حال ابتلاء الله دون وصالها زمنا، فجاءت للحبيب تسير بعد صلاة الفجر. ألم يكن معذورا ألا يصلي الفجر إلا في بيته؟ بعد صلاة الفجر، بعد 70 عاما أمضاها في استرداد كرامة المسلمين وفي صد أعدائهم، أيها البطل، ساقاك واقعنا مشلولتان، وفكرك حلمنا، والقلب بين السابقين يمور. أيها الإخوة الكرام، الحياة من دون قيم لا تعاش، هي حياة البهائم. ألم تروا كيف أنه في قلوب مئات الملايين، في قلوب ألوف الملايين، ماذا فعل؟ كان صادقا وكان أبيا. وازن بين هذا الإنسان الذي ولد
عام 1901 ومات عام 1961 وكتب على قبره ولد يوم كذا ومات في عام 1921 ودفن في عام 1961. لا تكن عضوا أشل، لا تكن على هامش الحياة، افعل شيئا. ما منكم واحد إلا وبإمكانه أن يفعل كل شيء، أن يفعل كل شيء وسط هذا الظلام الدامس، وسط هذه الاعتداءات المتكررة، لأن الله موجود والحمد لله على وجود الله، ولأن الله بيده كل شيء، وبيده النصر، وبيده الفوز، ولكن على شرط أن ندفع ثمنه. وقال الله إني معكم وإذا كان الله معك فمن عليك، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. معية الله مشروطة. أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى إنسان يفكر ويتعرف إلى ربه ويستقيم على أمره ويتقرب إليه، فإذا مات فهو المنتصر. تعليقا على حادث اغتيال الشيخ أحمد ياسين، هو عند بعض العلماء منتصر انتصارا مبدئيا كأصحاب الأخدود، أو كماشطة بنت فرعون عاش حياة ملؤها الحركة والذود عن حياض المسلمين والصدق. فيا أيها الإخوة، لا بد من أن نغير حتى يغير الله ما بنا. وأختم خطبتي: أقم أمر الله فيما تملك، يكفي كما تملك.